حياكم الله. بعد أن تحدث أوباما بالمفيد أن هناك ضربة للأسد ونظامه قد تكون الغد وربما بعد أسبوع أو شهر، تداعيات خطاب أوباما وآخر التطورات السياسية والعسكرية، هذا بالإضافة إلى هروب العائلات المقربة من الأسد، سنناقشها الليلة في تفاصيل لكن بعد لحظات. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن توجيه ضربة عقابية للنظام في سوريا تأتي في إطار مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أنه يملك السلطة لاتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الكونغرس، إلا أن أوباما ترك الباب مفتوحا لتنفيذها ابتداء من يوم غد وحتى شهر. أضاف أن ما تم في الغوطتين يعني يعد أكبر مجزرة في القرن 21، مؤكدا ثقته بما توصلت إليه حكومته من معلومات حول استخدام الكيماوي في الغوطتين. I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. لمصلحة أمننا القومي قررنا شن ضربة عسكرية على النظام السوري، على أن تكون الضربة محدودة ودون وقت زمني، فقد تكون غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر. يجب محاسبة الأسد على ارتكابه مجزرة الكيماوي التي تعد أسوأ مجزرة في القرن 21. نناقش خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم مع كل من ضيوفي، الدكتور أحمد الخلايل المحلل السياسي والاستراتيجي ضيفي من عمان، أهلا بك دكتور أحمد، وأيضا ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من واشنطن، أهلا بك سيد ديفيد، وبالإضافة الأستاذ غسان إبراهيم مدير الشبكة العربية العالمية للدراسات والأبحاث ضيفي عبر الهاتف من لندن، أهلا بك أستاذ غسان. سأبدأ معك سيد بولوك، متى ستكون الضربة لنظام الأسد؟ أنا أعتقد أنه هناك الآن نوع من الانتظار إلى التصويت في الكونغرس، وأنا أعتقد أنه في هذا الأسبوع القادم سوف تكون أعصاب النظام متوترة جدا بالتوقع لضربة عسكرية أقوى مما كانت متوقعة من قبل بسبب الدعم في الكونغرس، وأنا أتوقع كمان في الرأي العام الأمريكاني عند الشعب الأمريكاني في المستقبل القصير، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا القرار للانتظار يمثل، على الرغم من التأجيل، يمثل أنا أعتقد لصالح المعارضة السورية ولصالح المجتمع الدولي بشكل عام. كيف أين تأتي نعم سيد بولوك، يعني تحدث بأنه لصالح المعارضة السورية، كيف يأتي لصالح المعارضة السورية هذا التأخير؟ نعم سمعت السؤال؟ لا ما طيب. سمعتش طيب. السؤال سأعيد السؤال، لكن قبل ذلك تحدثت أنت بأن يجب يعني هناك الانتظار للكونغرس حتى يعطي القرار بما تحدث به سيد أوباما الذي قال بأنه هو يملك السلطة وبالتالي هو قادر على تنفيذ هذه الضربة دون العودة للكونغرس، لماذا العودة إذن؟ أنا أعتقد أنه هذا يمكن أنه كان هناك تأثير من ما حصل في لندن في البرلمان البريطاني أمسي، لما رفض هذا البرلمان التحرك العسكري ضد نظام سوريا، ولذلك كان هناك نوع من التشكك عن الدعم الداخلي السياسي في البرلمان، يعني الكونغرس في واشنطن، وكمان في الرأي العام في أمريكا، ولذلك أنا أعتقد أنه اختار الرئيس أن يكسب هذا الدعم السياسي في الكونغرس وفي الصحافة وفي الإذاعة الأمريكية وفي الرأي العام الأمريكاني، لكي يثبت أنه الموقف
هنا في أمريكا يخالف الموقف في بريطانيا. نعم. ولذلك هناك مصداقية أكبر للتصرف البيت الأبيض في هذا الوضع. طيب بالتالي لو كان رأي الكونغرس الأمريكي كما خرج به البرلمان البريطاني، بالتالي يعني ربما يكون هناك تغيير في قرار أوباما؟ نعم، أنا أعتقد أنه كان هناك تأثير، والتوقيت هو التزامن أنا أعتقد مفيد، لأن حتى الآن لم يأخذ أوباما هذا القرار لانتظار إلى الدعم في الكونغرس. نعم. ولكن على يعني كمان يوم بعد الرفض البرلمان البريطاني أخذ هذا. نعم. القرار اليوم، ولذلك طيب. أنا أعتقد أنه هناك سلسلة سياسية غريبة شوية، ولكن في النهاية يمكن إنه الدعم المتوقع، وأنا. نعم. شخصياً أنا أتوقع من الدعم في الكونغرس، هذا الدعم. طيب. يساعد أوباما في التحرك العسكري وفي طيب. وبالتالي يعني نعم، بالتالي ربما سأذهب للأستاذ غسان إبراهيم الآن مدير الشركة العربية العالم الدراسات والأبحاث من لندن. سيد الكريم، يعني حسب السيد بولوك يقول بأن أوباما يريد يكسب الدعم السياسي من الكونغرس وأيضا يكسب الرأي العام الأمريكي، وهناك من يتحدث بأن ربما موقف الكونغرس يخالف موقف البرلمان البريطاني. برأيك أوباما بتأخيره في الإعلان عن موعد الضربة يحاول إرسال رسالة، ولمن إذا كانت هذه الرسالة؟ حقيقة هو قبل أن يفكر بإرسال رسالة هو يفكر بمصلحته الشخصية. أوباما عندما جاء إلى البيت الأبيض جاء برسالة أنه لا يريد التدخل في الشرق الأوسط، بل أنه يريد أن يعني يغطي عن كل الأخطاء السابقة، حرب العراق وأفغانستان، والآن عندما أجبر إجبارا على التدخل في سوريا. نحن نعلم أن أوباما منذ اليوم الأول في الشأن السوري. نعم. كان يعني يتعمد عدم التدخل، بل كان يضغط على الدول التي تريد أن تتدخل في سوريا وتساعد الشعب السوري، كان. نعم. يضغط عليها أن لا تتدخل ولا تسلح الجيش السوري الحر. إجبار من قبل من عندما أجبر بعد أن تم تجاوز الخط الأحمر عدة مرات يحاول أن يقدم مبرر شرعي لتدخله. هو يريد أن يقول أننا سوف يعني أن الكلمة التي جئتكم ووعدتكم بها أن لا أتتدخل لن أتدخل، ولكن. نعم. بنفس الوقت الرجل العظيم هو من يتخذ قرارا وليس يتهرب من الأمور الكبيرة. فهو حاول أن يقول أنه اتخذ قرار بالتدخل، ولكن يريد غطاء شرعي من الشعب الأمريكي ليخوله بهذا التدخل. طيب اسمع لي أذهب للدكتور أحمد يعني نعم اسمح لي أذهب للدكتور أحمد الخلايلي أيضا حتى نستمع إلى قراءته لما تحدث به السيد أوباما اليوم. تفضل دكتور. شكرا لك. أنا بقناعاتي الشخصية أن الضربة آتية لا محالة، وإنما يريد الرئيس الأمريكي أن يأخذ تفويضا وإن كان معنويا للقيام بهذا العمل، وخاصة بعد أن رأى ما حدث في بريطانيا وقوله بأن أمريكا من أقدم الديمقراطيات، هذا مؤشر على أنه يريد محاورة الكونغرس، وأن ما قام به رئيس وزراء بريطانيا تجاه المجلس العموم يعني عمل ديمقراطي، وأنا أيضا سأقوم بعمل ديمقراطي لأن أمريكا أولى أن تقوم بهذا العمل، وإن. نعم. كان القرار اتخذ بالقيام بعمل عسكري تجاه سوريا. طيب بالتالي هل سنشهد ربما ردا دبلوماسيا روسيا حتى لو جاء هذا الرد على لسان إيران؟ أعتقد أن ردود الفعل الروسية والإيرانية لن تكون مؤثرة على اتخاذ القرار بالنسبة للعمل العسكري. نعم. روسيا لديها الكثير من نقاط الضعف في اتخاذ القرار الدولي فيما يخص دعم سوريا، فتصل إلى خط معين، إلى خط أحمر ولا تتجاوز روسيا، وكذلك إيران من المعروف أن لديها مشكلة فيما يتعلق بتخسيب اليورانيوم و
الموقف الدولي من ذلك، فلا تجازف إيران أكثر من الحديث في هذا المجال والدعم المعنوي والنفسي. نعم. طيب سيد ديفيد بولوك، تحدثت بأن هناك ربما عمليات سياسية كثيرة ستأتي في المستقبل، يعني مجموعة العشرين ستجتمع قبل الكونغرس، بالتالي يعني ماذا يمكن أن يتم حديث فيها حول هذا القرار لأوباما إذا لم يكن هناك ضربة حتى انعقاد مجموعة العشرين؟ أنا أعتقد أنه المتوقع أولا، النقطة الأولى أنه التوقيت غير واضح حتى الآن، يعني نحن نتوقع من إعادة الكونغرس من العطلة في الصيف في كمان أسبوع في 9 سبتمبر، وهناك كمان احتمال مفاجئة مثلا إعادة الكونغرس في شكل طوارئ يعني على طول أو في البكري من هذه العطلة والتصويت في الكونغرس قبل 9 سبتمبر. ولكن على كل حال أنا أعتقد أنه هناك طبعا أنا أتوقع كمان من محاولات روسيا وإيران والأمم المتحدة للأسف الشديد كمان لمنع الضربة العسكرية بلاعب دبلوماسية وللأسف الشديد بأكاذيب ودعاية وحشة عن مثلا إتهام المعارضة باستخدام هذه الأسلحة الكيميائية، وهذا معروف أنه أكاذيب. وعلى الرغم من ذلك هناك احتمال لاقتناء بعض رأي العام العالمي أو حتى بعض رأي العام الأمريكاني بذلك. وعلى الرغم من كل ذلك في النهاية ضربة عسكرية أمريكية مع الدعم السياسي الداخلي من الكونغرس ومن الصحافة الأمريكية ومن الرأي العام الأمريكي أقوى من ضربة بدون كل ذلك. ولهذا السبب في اعتباري الشخصي أنا أظن أنه أحسن كذلك هذه العملية السياسية الأمريكية أحسن من المبادرة الأحدية للبيت الأبيض في هذا الوضع. نعم. طيب بالتالي أستاذ غسان، يعني تحدث في ما يخص بريطانيا التي قرر البرلمان طبعا فيها عدم دعم هذه الضربة، أكد أنه هذا القرار يعني لن يؤثر على قرار أوباما، ولكن أوباما ترك الباب مفتوح، يعني عندما يتحدث بأنه يجب أن يجتمع الكونغرس في البداية. بالتأكيد يعني أصبح الآن القرار ليس بيد أوباما. أوباما قال أنه مع اتخذ قراره بالتدخل، ولكن يريد غطاء من الجهة المشرعة من الكونغرس في اتخاذ هذا القرار. الآن أصبحنا أمام قضية مراهنة، ضربة أو لا ضربة، هناك تصويت، التصويت هناك اعتبارات كثيرة، هناك قد يتردد البعض منهم، قد يتشجع البعض، فالقضية هي 50% 50%، أن يحدث ضربة أو لا يحدث ضربة، هذا من ناحية المراهنة. ليس أكثر ولا أقل، ولكن دعنا نتحدث على كلا الحالتين، ماذا إذا حدثت الضربة وماذا إن صوتوا بلا وما هي النتيجة. طب بالتالي أستاذ غسان سمحت لي يعني فقط، طب ماذا كان يقصد الرئيس أوباما عندما قال بأني أملك السلطة؟ هو بالتأكيد كما قلت لك بالإجابة الأولى، هو يملك السلطة وفق الدستور الأمريكي أو وفق القوانين الأمريكية، من يتخذ القرار ببدء حرب أو إيقاف حرب هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عفوا وليس الكونغرس، ولكنه أراد أن يعود أيضا لخطابه الأول عندما دخل إلى السلطة وعندما قال أنه لا يريد حروبا، والآن يريد أن يقول لهم إنني إذا ذهبت إلى الحرب فأنا أريد موافقة الشعب الأمريكي، أي موافقة الكونغرس الأمريكي. يريد أن يغطي على هذا القرار سواء بالإيجاب أو بالنفي. نعم. يعني وبالتالي دكتور أحمد الخلايا، يعني هو كما تحدث السيد بولوك يحتاج إلى دعم سياسي من الكونغرس أعتذر، وأيضا يكسب الرأي العام الأمريكي. لا يوجد هناك أي أمور أخرى ربما أوباما يحتاج لها، كما يعني كان يتوقع ربما دعما بريطانيا، لكن هذا الدعم تلاشى.
الرئيس الأمريكي اتخذ قراره فيما يتعلق بالحرب بناء على المصالح القومية الأمريكية. نعم. والمصالح القومية الأمريكية أيضا مرتبطة بمصالح دول تعتبر من ضمن الدول في تسير في الفلك الأمريكي وبشكل نعم. خاص إسرائيل. لذلك مصلحة إسرائيل أيضا من ضمن مصلحة الأمن القومي الأمريكي، أي أن النظام السوري الحالي الذي قام بقصف عاصمته وقتل أعداد كبيرة من أبناء شعبه نعم. باستخدام هذا السلاح لن يتوانى عن قيام بعمل عسكري باستخدام الأسلحة غير التقليدية تجاه إسرائيل وتجاه الدول الحليفة لأمريكا والمحيطة بسوريا. نعم. هذا قضية مبدئية بالنسبة لأمريكا، وبالتالي هي صحيح أن أمريكا دولة تؤمن بأن الشعوب يجب أن تأخذ حريتها، وتؤمن بأن هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بقتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، إلا أن هذا الأمر باعتقادي أنها قضية ثانوية بالنسبة للدول الكبرى، لأن المصالح هي التي تطغى على العواطف. ومن الملاحظ لاحظنا أن يعني مصلحة كثير من دول أوروبا عندما كان هناك حشد دولي تجاه مالي أن هذه الدول سارعت فورا إلى تقديم المساعدات بوقت قياسي، ولم تتوانى كثيرا حتى تأخذ قرارات فيما يتعلق بنواحي الديمقراطية والقبول بآراء المجالس النيابي في تلك البلاد، لأن رأي تلك الدول بأن الخطر قريب من الحدود، حدود أوروبا، وخاصة أن مالي قد تتسرب منها مجموعات باتجاه الجزائر أو الدول الأخرى ومنها إلى أوروبا. لكن نعم. فيما يتعلق بسوريا بالذات لقربها من دولة إسرائيل، أمريكا هي الدولة الرئيسة التي تحافظ على الأمن الوطني الإسرائيلي. نعم. طيب سيد بولوك، يعني هناك من يقول بأن مجلس العموم البريطاني عندما رفض مشروع الحكومة للتدخل أو لتوجيه ضربة إلى نظام الأسد هو من قدم يعني خدمة لأوباما في سبيل أن يتراجع عن قراره إذا كان ينوي ذلك، هل هذا صحيح؟ أنا هناك صحيح هناك مخاوف معينة من رفض الكونغرس لهذه المبادرة العسكرية الأمريكية، وفي هذا الاحتمال وفي هذه في هذا الحال هناك طبعا المخاوف من إلغاء هذه المبادرة والقرار المعكس، يعني الامتناع من التحرك العسكري. ولكن أنا أعتقد إنه الرئيس أوباما ومستشاره لولا الثقة بالتصويت في الكونغرس في النهاية لم يأخذوا هذا القرار. وأنا أعتقد إنه هذا التحليل أو التوقعات صالحة وصحيحة، ولذلك ليس هناك مخاوف كثيرة من هذه الخطر. طيب بالتالي أنت ترجح أن صوت الكونغرس إذن على ما تحدث به الرئيس أوباما بشأن الذي قال ضيف السابق؟ نعم. أنا لا أتفق معه. أنا مثلا لو نرى التدخل الأمريكية في المسابقة المناسبة للوضع في سوريا وهذا في بوسنة وفي كوسوفو، ما كان هناك أي ارتباط مع مصالح إسرائيل أو أمن إسرائيل أو أي شيء يشبه ذلك. ولذلك أنا أقول إن التدخل الأمريكاني من أجل حماية الشعوب ومن أجل حقوق الإنسان والقيم الدولية والأخلاق الدولية، هذه حقيقة في التاريخ، وهذه هذا التصرف الأمريكي التقليدي
في الفترة المعاصرة. ولذلك كل من يقول إنه هناك ارتباط مع الضغوط الإسرائيلية أو التزام أمريكا بحماية أو الدفاع عن إسرائيل، هذا مستحيل، هذا غير منطقي للغاية. هناك مصالح أمريكية بشأن انتشار القيم الدولية وبشأن أين القيم الدولية منذ عامين أستاذ بولوك؟ أسلحة الكيميائية والذرية سيد الكريم والبيولوجية. ولذلك سيد بولوك إذا سمحت لي، إذا كنت تسمعني الآن، إذا لم تكن حماية إسرائيل بالدرجة الأولى، أين القيم التي تتحدث عنها منذ عامين ونيف؟ مع إسرائيل. طيب أستاذ بولوك الآن تسمعني؟ نعم. طيب أنت تتحدث بأن الهدف هو المصالح الأمريكية من أجل إحلال القيم الدولية، لكن هناك من سأل أين القيم الدولية منذ عامين ونيف؟ لماذا الآن ظهرت عندما ربما كان هناك خطر على إسرائيل؟ المصلحة الأمريكية الأولى والدولية الأولى هي حماية إسرائيل. لا، الحقيقة أنه أمريكا لقد ساعدت المعارضة السورية من ابتداء المقاومة أو الثورة الشعبية داخل سوريا، لكن هذه المساعدة كانت غير مباشرة، مساعدة اقتصادية ومعنوية ودبلوماسية وطبية وإغاثية وكذا وكذا. وأمريكا لقد بذلت مئات ملايين من الدولار في مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا وفي الأردن وفي كل الأماكن وداخل سوريا كمان. المهاجرين واللاجئين. طيب أستاذ ديفيد اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ غسان إبراهيم. الأبرياء المواطنين السوريين. نعم. الذين هربوا من قصف النظام. وليس هناك أي ارتباط. طيب أستاذ بولوك وصلت الرسالة التي تريد أن تحدثنا بها، لكن اسمح لي أذهب للأستاذ غسان إبراهيم. يعني هل الموقف البريطاني سيدي الكريم هو من أخر أو من جعل الموقف الأمريكي مترددا حتى اللحظة؟ يعني قد يكون، يعني نحن نعلم جميعا أن أوباما بطبيعة الحال كان دائما مترددا ومتراجعا عن اتخاذ أي قرار حتى لحظة إجباره على اتخاذ هذا القرار الأخير. ربما عندما شاهد ما حدث في بريطانيا قد يقول أنني يعني من الأولى أن أتبع نفس الأسلوب الديمقراطي الذي اتبع ببريطانيا، مع العلم أنه ليس مجبرا على القيام بمثل هذا. أو قد يكون أيضا أوباما مدرك أن الضربة التي كان يريد فعلها على النظام هي ضربة محدودة، يعني تجميلية، ضربة فركة إذن، يعني لن تغير كثيرا. فقد يكون قد قرر أن يؤخر الموضوع، بمعنى أنه سوف يضطر إذا عرضها على الكونغرس يحتاج أن ينتظر حتى التاسع من الشهر المقبل. نعم. يعني حوالي 10 أيام من الآن. هذه المهلة من التأخير قد تخلق نوع من الحرب النفسية على النظام. يعني أنت تعلم عندما تريد أن تضرب ولا توجع، فعلى الأقل أخر ضربتك تخلق نوع من الارتباك لدى هذا النظام. قد يكون هذه أحد لكن العوامل. لكن هناك من يقول لكن ربما الرئيس أوباما يغامر بسمعته وسمعة الولايات المتحدة، هذه الدولة العظمى. وبطبيعة الحال يعني أوباما في نظر السوريين يعتبر يعني أصغر رئيس أمريكي في يعني لأعظم دولة. يعني الشعب السوري هناك نوع من يعني رفض لقرارات أوباما، رفض لسياسات أوباما لأنه دائما كان متأخر. نحن نتحدث بعد يعني 2.5 سنين من قتل الشعب السوري. نعم. إلى هذه اللحظة لم يتخذ قرارا لحماية الشعب السوري. لدينا أكثر من 200,000 مواطن سوري قتلوا. ليست القضية هي المجزرة الأولى، يعني في سوريا أصبحت عدد المجازر لا تعد ولا تحصى، وإلى هذه اللحظة لا زال أوباما يتحدث عن القيم الإنسانية التي لا تشاهد بشكل عملي، لا تطبق بشكل عملي في الحالة السورية. فإذا أخذت كل هذه المعطيات، نظرة الشعب السوري تجاه أوباما هي بطبيعة الحال في أدنى مستوياتها. وكان هناك فرصة ذهبية للسيد أوباما أن يتخذ قرارا ويكون قرارا شجاعا،
ولكن هذا التأخير سوف يخلق عدم رضا لدى الشعب السوري من ناحية، وربما يستغله النظام لرفع معنويات شبيحته أو ميليشياته ليقول لهم انظروا أعظم دولة خافت من جيشنا الباسل كما يسمونه، يعني وهو معروف أنه ميليشيات يعني. فبالتالي ضمن هذه المعطيات كانت ظهر أوباما كشخص ضعيف، ظهر أوباما كشخص يفكر فقط بصورته لدى الوسط الأمريكي وليس لدى الوسط الشرق الأوسطي أو الذين يعلمون أنه تدخل، أن أمريكا تدخلت في العراق عندما كان الشعب العربي لا يريدها أن تتدخل، وعندما أرادها الشعب العربي أن تتدخل في سوريا لم تتدخل، أي أن أمريكا اتخذت قرارات سابقة والآن تتخذ قرارات أخرى تسيء إلى سمعتها كأكبر دولة في العالم. طيب. وأصبحت يعني غير لا تحظى بالشعبية، ويقولون لك في النهاية لماذا يكرهنا العرب في الشرق الأوسط. طب بالتالي دكتور أحمد يعني الأستاذ غسان يعني ربما سلط ضوء على قضية مهمة هي قضية النظام، الآن برأيك هل بعد هذا الخطاب النظام اطمأن أم على عكس ذلك؟ بداية أنا أريد أن أجيب الأخ الكريم اللي من واشنطن الأمريكي. نعم. أن لو كانت هناك القيم الذي يتحدث عنها هي أساس أي عمل عسكري تقوم به أمريكا، لوقفت أمريكا ضد الأعمال العسكرية التي قامت بها إسرائيل في غزة وقتلت مئات الأطفال والنساء والشيوخ والناس. نعم. البريئين، لكانت وقفت أمريكا ضد ما حدث في رابع العدوية وقتل وأصيب ما يزيد عن آلاف من الأشخاص. نعم. طيب. إذن ليست هي القيم هكذا. أيضا ما حدث في القصير، أيضا لكانت وقفت أمريكا ضد ما حدث في القصير أو في حمص ومناطق أخرى من سوريا. لكن دكتور. أنا نعم. أقول وهذه وجهة نظري أن صدق. أمريكا أن هدف أمريكا الآن ليس القضاء على النظام السوري، هو تليين النظام السوري إلى حد ما وتخفيض سقف مطالبه في حال ذهابه إلى جنيف. أيضا هي تريد أن تعطي رسالة إلى النظام السوري أنك قتلت شعبك في عاصمتك باستخدام سلاح غير تقليدي، إذن لديك القدرة واحتمال أن تقوم بأعمال عسكرية في واستخدام أسلحة غير تقليدية تجاه إسرائيل وتجاه الدول الحليفة لأمريكا. هذه هي أعتقد الرسالة الأساسية قبل أن تكون هناك القضية الأخلاقية أن الشعب السوري قتل وهناك إصابات كثيرة. يجب أن نفهم هذا الأمر ضمن هذا. لا يوجد في السياسة عواطف، لا يوجد صداقات دائمة، وإنما يوجد مصالح دائمة، وبالتالي الأمريكان مصالحهم في المنطقة معروفة ولن يخرجوا عن هذا الأمر. طيب دكتور، يعني دكتور سأستغل يعني ربما هناك سؤال سأتوجه إلى ضيوف الثلاثة، أعتذر للمقاطعة، لم يبقى لدي وقت في هذا الملف. هل ستكون هناك ضربة لنظام الأسد؟ تفضل. دكتور أحمد سمعت السؤال؟ السؤال لك دكتور أحمد، هل سيكون هناك ضربة؟ نعم الضربة آتية، وباعتقادي قد يكون الوقت مناسب إلها ما بعد 9 سبتمبر، وقد يكون الوقت 11 سبتمبر حتى، لأنه هذا له تأثير نفسي في نعم. نفس الأمريكان، قد يكون يعني 11 طيب. سبتمبر أو ما بعد ذلك. أستاذ ديفيد بولوك، يعني إذا الكونغرس الأمريكي لم يوافق على ما تحدث به الرئيس أوباما، تتوقع ستكون ضربة أم لا؟ سيكون هناك تغيير في القرار؟ أنا أعتقد أنه من ناحية قانونية ودستورية كما قال الرئيس أوباما لديه السلطة أو الصلاحيات لقيادة القوات العسكرية الأمريكية في كل حال، ولكن من ناحية سياسية لو أو إذا رفضت الكونغرس، أنا أعتقد أنه إيدي الرئيس أوباما سوف تكون في القيود، يعني هو لن يحرك عسكريا بدون رخصة الكونغرس بعد ما
طلب هذه الرخصة. طيب بالتالي الأستاذ غسان إبراهيم، يعني لابد قد وقت أستاذ ديفيد أعتذر للمقاطعة، أستاذ غسان إبراهيم يعني إذا موافق الكونغرس سيد بورك يقول يعني ربما لن يحرك أوباما عسكريا، الدكتور أحمد خلال يقول بأن هناك ضربة ربما تكون في 9 و11 بسبتمبر، ماذا تقول أنت؟ يا سيدي إذا يعني إذا لم يوافق الكونغرس ربما قد يتم تأخير الضربة، ربما سوف ينام أوباما يعود مرة ثانية إلى ثباته الذي عودنا عليه، إلى أن يشاهد النظام يرتكب مجزرة أخرى ويحرج أوباما ويحرج المجتمع الدولي، وسوف تأتي الضربة. الضربة سوف تأتي، سوف تأتي، لأننا نحن نتحدث عن نظام لا يفهم اللغة، لا يفهم اللغة الدبلوماسية. المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة لم يقدم لبشار الأسد إلا اللغة الدبلوماسية. سوف يتمادى بشار الأسد، هو بطبيعة الحال بدأ بقصف أحياء يعني أحياء دمشقية بعد مباشرة بعد خطاب أوباما. هذه مؤشر أن بشار الأسد لن يتأدب، سوف يقصف، سوف يرتكب مجازر، سوف يحرج المجتمع الدولي، وسوف تحدث ضربة حتى تسقطه، وربما سوف تكون نهايته على طريقة القذافي. شكرا لك غسان إبراهيم مدير الشبكة العربية العالمية دراسات وبحث من لندن. أيضا الشكر موصول للسيد ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من واشنطن، والدكتور أيضا أحمد الخلايلي المحلل السياسي والاستراتيجي ضيفي من عمان. أذهب إلى فاصل. نحن بشار الأسد قتلنا، نهبنا. فعلينا أن نعود باتجاه الخلف على الأقل قرن ونصف. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. How they were used, when they were used, who used them. إننا أمة لو جهنم صبت على رأسنا واقفة. A political solution first of all. الله أكبر، الله أكبر، والصور الأحرار. بشار شو بدك؟ لك شو بدك إلنا؟ لك اقتلنا وخلصنا وخلي البلد كلها إلك. الأطفال، الأطفال كلها أطفال صغيرة، الله ينتقم منك. فرجوا على الشهداء عنا، كلها أطفال ميتة بالأرض جوا النسوان. أدوية ما عنا، ما عنا شي، لا مي لا كهرباء، ما في شي. الله ينتقم منك ومن كل جبار يا رب. قال مصدر مطلع في الأمن اللبناني إن عائلات من آل مخلوف وسليمان وشاليش وشديد وعائلات وزراء ونواب ومحافظين سابقين وحاليين هربوا خلال الساعات 24 الماضية إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية، ومنهم من توجه إلى مطار بيروت الدولي لمغادرة الأراضي اللبنانية، فيما قامت قوات النظام بإخلاء معظم مواقعها العسكرية والأمنية، وهرب أيضا عدد من المسؤولين الكبار في عدد من المناطق خوفا من الضربة العسكرية. نتابع في البداية التفاصيل.
خرجت الضربة العسكرية الأمريكية لنظام الأسد من إطار التحليلات السياسية والعسكرية إلى انتظار ساعة الصفر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته الأخيرة كتمهيد للرأي العام الأمريكي، وهو ما درجت عليه السياسة الأمريكية قبيل أي عمل عسكري مشابه. ساعات ربما تفصل عن إطلاق أول صاروخ توماهوك من البارجات الأمريكية الستة المنتشرة شرقي البحر المتوسط، ووسط هذا الزخم من التطورات تتسارع وتيرة التصدع والانهيار ضمن هرم النظام السوري وقاعدته عبر موجة من الهروب الجماعي لعائلات المسؤولين والضباط وحتى ممن يوصفون بعظام رقبة النظام، آل مخلوف وسليمان وشاليش وشديد وعائلات وزراء ونواب مجلس الشعب ومحافظين. جميع هذه الأسماء وغيرها الكثير عبرت خلال 24 ساعة الماضية عبر نقطة المصنع الحدودية مع لبنان، متوجهة على فورها إلى مطار بيروت بحسب مصدر أمني لبناني. هذا الهروب الجماعي لعائلات من نخب النظام السياسية قابلها عسكريا إخلاء قوة النظام لمقرات قيادية حساسة في دمشق ومحيطها، بالإضافة لمقرات عسكرية شملت مقرات الفرقة الرابعة في جبل قاسيون ومقرات للصواريخ في جبال القلمون. وعلى وقع هذا الإرباك في صفوف قوات النظام برزت حالات انشقاق جماعي في وحدات وقطع للنظام أشبه ما تكون بالهروب لأعداد كبيرة من عناصره، سجل أكبرها لمئات في اللواء 90 ما بين دمشق والقنيطرة. إذن مشهد سياسي وعسكري تجلى مؤخرا بضربات صاروخية أمريكية بعد غياب تام لأي بديل سياسي أو حتى عسكري من محيط عربي وإقليمي أو حتى دولي، جاعلا من السوريين ضمن دائرة مفرغة يواصل النظام فيها زج آلته العسكرية في قتل الشعب السوري بتدرج وصل فيه إلى استخدام ترسانته الكيماوية. في المقابل ومع غياب أي بديل لكبح جماح نظام تجاوز في خروقاته كافة الأعراف والنظم الدولية والإنسانية، يخرج أخيرا بعض متشدقي القومية والعروبة رافضين أي حل لإنقاذ ما تبقى حيا من السوريين، متعامين عن مجزرة أودت بالمئات اختناقا معظمهم أطفال ونساء، وبطل مذبحتهم هو ذاته القومي والعربي والممانع حليف إيران ومشروعها في المنطقة، متاجرة وانفصام لبعض آخر محملين نظام الأسد مسؤولية ما يجري، ومحمرة أوداجهم غضبا لأي تدخل خارجي بعد عشرات آلاف الشهداء وملايين النازحين واللاجئين في موقف أجوف لا معنى له، هاربين كعادتهم من جواب جوهري لسؤال وحيد وبعد أكثر من سنتين على مجازر أسد ونظامه: هل لديكم أي حل بديل؟ أناقش هذا الملف مع ضيفي تيسير إنعامات المحلل السياسي من عمان، أهلا بك سيد الكريم، وأيضا ماهر شرف الدين الكاتب الصحفي من واشنطن، أهلا بك سيد الكريم. سأبدأ معك أستاذ تيسير، يعني على ماذا يدل هروب المقربين للأسد؟ يعني دبلوماسيين أو من عائلة مقربة للأسد أو محافظين أو نواب إلى آخره، يعني هل هناك معلومات في الكواليس بشأن الضربة؟ لا جديد بشأن الضربة. خطاب أوباما الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخير أكد على أنه سيعود إلى الكونغرس الأمريكي، الموعد مفتوح بين يومين إلى شهر. بكل تأكيد الرئيس أوباما بانتظار عودة مجلس الكونغرس الأمريكي من إجازته ليتم مشاورته، يبحث عن شرعية على الأقل أمريكية بعد أن لم يتمكن من الحصول على الشرعية الدولية. أستاذ تيسير، بالتالي يعني أنا ربما السؤال كان يعني بصيغة مقربة، الآن العائلات المقربة من الأسد تقوم بالفرار أو الهروب من سوريا إلى الخارج، لماذا برأيك؟ يعني هل هناك ربما أخبار في الكواليس أو هناك من هو بدأ النظام بالتفكك أيضا؟ بكل تأكيد النظام يخشى على نفسه، ما يهم النظام هو بقاؤه في سدة الحكم حتى لو أصبحت سوريا أشلاء. هناك مخاوف من أن تكون الضربة مفاجئة، وبالتالي كل يبحث عن النجاة بنفسه من القيادات السياسية العليا أو بعض حتى القيادات العسكرية، لا يعلمون موعد الضربة، لا يعلمون الأهداف
المحددة، وبالتالي يبحثون عن النجاة بأنفسهم ويحتاطون ويهربون بأرواحهم ويتركون الجنود يواجهون مصيرهم. نعم، وبالتالي أستاذ ماهر شرف الدين، يعني برأيك الحشد العسكري والحشد السياسي هو من فعل فعلته بالنظام والعائلات المقربة منه، بالتالي جعلته في حالة إرباك ويهرب من سوريا؟ اليقين بحصول الضربة من جهة والغموض في توقيت الضربة من جهة هما يعني هما العاملان الأساسيان اللذان يجعلا المقربين أو أعمدة النظام تهرب بهذا الشكل. وهناك عامل آخر شديد الأهمية هو معرفتنا بمدى تماسك نظام الأسد. يعني اليوم المشكلة حتى بمحدودية الضربة أنه أننا لا نعرف مدى تماسك نظام الأسد ومدى قدرته على استيعاب مثل هذه الضربة. فنحن أمام نظام كرتوني يمكن لأكل الضربة أن تؤدي إلى انهياره. يعني النظام اليوم أحس بأنه مكشوف بعد الانسحاب الروسي، أحس بأنه مكشوف بعد العجز الإيراني، بعد يعني وفي ظل دفاعات جوية مهترئة، في ظل جيش مترهل، جيش ضعيف لا يسوى حتى للمواجهة الداخلية. فلذلك بدأت الإيران تقفز من سفينة النظام الغارق. نعم، طيب بالتالي أستاذ تيسير، يعني في ربما محور آخر ورد في التقرير بأن هناك من يمانع هذه الضربة. الممانعة هي بشكل أساسي ممانعة إيرانية، ممانعة حزب الله. نعم. أما الموقف الروسي فواضح هناك تغيير كبير في روسيا. يبدو أنها لا تريد إعطاء غطاء دولي للضربة، ولكنها لن تمانع بشدة. فالمتابع لتصريحات الرئيس الروسي بوتين يلاحظ أن هناك لهجة مخففة في حال توجيه ضربة أمريكية منفردة، يعتبر أمرا مؤسفا. وهناك هذا يدل على تغيير واضح في اللهجة الروسية وفي الخطاب الروسي. نعم، يعني هذا على مستوى الحلفاء ربما كإيران وروسيا والصين وغيرها، لكن على مستوى ربما القومجيين الإخوان المسلمين الذين يرفضون الضربة على نظام الأسد، بعض الإعلاميين أيضا كذلك. نعم نعم، هناك في بعض في الأردن بعض أحزاب المعارضة تعاني من انفصام سياسي، تعاني من ازدواجية في الخطاب، فهي في الوقت الذي تعارض فيه وتندد وتشجب اعتقال وتحويل شخص خالف القانون إلى القضاء، تطالب وتدافع عن شخص تسبب بقتل وجرح وتشريد واعتقال مئات الآلاف من أبناء شعبه. هناك ازدواجية في الخطاب، حضورهم في الشارع ضعيف جدا. هناك بعض الأحزاب حتى موقفها ينسجم مع موقف الرسمي الأردني، فالموقف الرسمي الأردني يؤكد أن الأردن لن يكون لا أجواءه ولا أراضي ممر أو ستستخدم لضربة الموجهة إلى النظام السوري. وهذا ينسجم أيضا مع بعض أحزاب موقف أحزاب المعارضة التي لا تعارض الضربة بحد ذاتها، لكنها تعارض استخدام الأجواء أو الأراضي الأردنية. الموقف نعم الأردني إيه هذا على مستوى الأردن أستاذ تيسير، لكن هو لو أخذناه على مستوى أكبر ليس على مستوى الأردن، على مستوى سوريين لبنانيين وغير ذلك. طب نعم. هم من يخدمون بهذه التصريحات؟ هم فقط يخدمون النظام السوري الذي يريد أن يبقى فوق، يجثم على أكتاف ورؤوس الشعب السوري، ولحتى لو حولت سوريا وأن يبقى في نظام الحكم وفي كرسي الحكم، حتى لو تحولت سوريا إلى أشلاء هم يخدمون فقط. تستغرب بعض الهتافات، تستغرب بعض المطالبات، هم فقط الخاسر سوريا، الخاسر الشعب السوري من بقاء هذا النظام، من استمرار الأزمة السورية، إطالة أمدها. نعم. هذا فقط يخدم النظام السوري، لا الدولة السورية ولا الشعب السوري ولا الأمة العربية. ليس من مصلحة الأردن ولا من مصلحة دول الجوار لسوريا استمرار وضع على ما هو عليه، مزيد من إطالة أمد هذه الأزمة أو هذه الحرب الأهلية التي وصلت إلى حرب أهلية. فقط الخاسر الأول سوريا ودول الجوار لسوريا وتحديدا الأردن لبنان. نعم، يعني وبالتالي أستاذ ماهر يعني شرف الدين، يعني من عارض هذه الضربة الأمريكية لم يقدم حل بالتالي لوقف الدم على أقل تقدير.
كل الشعارات القومية والوطنية بين الهلالين تسقط أمام دماء الأطفال. اليوم نحن أمام دم 100,000 شهيد، ملايين النازحين، وطن مدمر بالكامل. اليوم أنا برأيي النظام بسبب حالة شبه الانهيار التي يعيشها هو لا يستطيع قراءة حالته إلا من خلال المرايا الخارجية. يعني عندنا إشارات خارجية مهمة جدا، يعني دولة مثل العراق تعتبر حليفي، يعني النظام المالكي هو نظام طائفي حليف لا بشار الأسد. رغم ذلك العراق لم يأخذ موقفا ممانعا للضربة، وفقط أعلن أنه لن يشارك ولم يقل أنه يعارض، وأعلن أن لن يسمح باستخدام أجوائه، يعني أجواءه من لمرور الطائرات لقصف النظام السوري، لكنه لم يقل أنه يعارض هذه الضربة. لكن بالتالي هناك بعض الإعلاميين، بعض الحزبيين، بعض من عارض هذه الضربة مأجورين، هؤلاء يعملون بالقطعة. يعني اليوم موسمهم، اليوم عنده الموسم هني بسبب الضربة. اليوم هناك ثروات ستبنى لأنه النظام بحاجة كبيرة إلى إعلاميين وأبواق. نعم، لكن الإعلاميين يعني هل لهم تأثير على الشارع؟ ربما الحزبيين لهم تأثير على الشارع. أظن أنه يعني الدم الذي ساد كان له تأثير أكبر. أظن الآن من بقي مع النظام هم الكتلة الصلبة، يعني الآن لم يبقى مع النظام سوى النواة الصلبة، وهذه النواة لا يمكن زحزحتها إلا بالعمل العسكري، لا يمكن بالرأي أو بالكلام أن تقنعها. بعد كل ما حصل بعد سنتين ونصف من هذا الدمار والخراب، يعني الذين لم تتحرك مشاعرهم بالبصر لم تتحرك مشاعرهم بالسمع. نعم، وبالتالي يعني أستاذ تيسير ربما متمم لما تحدث الأستاذ ماهر شرف الدين، يعني لاحظنا الآن بوجود أصوات ربما تنادي بالممانعة لهذه الضربة أو ممانعة الضربة، لكن لم نشاهد أي أصوات تدعم هذه الضربة، لم نشاهد أي أصوات خرجت، أتكلم عن الشعب العربي، لإنهاء الأزمة. نعم، بداية لا يعني الصمت معارضة الضربة، هذا من جانب. من جانب آخر، لا يوجد إنسان عربي يرغب بتدخل مباشر، لكن هناك يعني يجب أن يتم توضيح أن هذه ضربة محدودة تستهدف أركان النظام، تستهدف أدواته التي يستخدمها لضرب الشعب السوري للفتك به. هذا بحاجة إلى توضيح وعمل من قبل المعارضة السورية. أيضا المعارضين لتوجيه الضربة هم أصحاب أصوات مرتفعة لكنهم أقلية. إذا لاحظنا هناك كان اليوم اعتصام أمام السفارة الأمريكية، شارك فيه فقط العشرات، وهم نفسهم الأشخاص الذين دائما يشاركون في أي اعتصام لتأييد النظام. نعم. السوري. نعم. واضح تماما لا توجد معارضة للضربة، المعارضة جدا محدودة، تأثيرها محدود، غير قوية، غير فعالة. دماء السوريين، شهداء الأطفال السوريين أكثر أعلى صوتا من أصوات المعارضين للضربة، إذا تم التأكيد على أنها ضربة فقط، لا يوجد تدخل عسكري مباشر. نعم. يعني نرجو إذا كانت أعلى صوتا أن تسمع ربما ضربة محدودة لأركان أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي طلب أوباما أن يتم دعمه من خلالهم عسكر سياسيا. من المرجح من نعم شكرا لك من المرجح أن نعم تفضل. العفو. نعم، أعتذر للمقاطعة المقاطعة سيد الكريم تيسير نعيمات المحلل السياسي من عمان، أيضا عبر سكايب ماهر شرف الدين الكاتب الصحفي من واشنطن، شكرا لك سيد الكريم. انتهت حلقة اليوم من تفاصيل، السلام عليكم.